نعم أستاذ محمود يتفضل. أستاذ محمود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عمرو أهلا وسهلا. والله يا دكتور أنا جزاك الله ألف خير على اللي حضرتك بتعمله للشباب والبنات المتجوزين من قلبي. الله يكرمك. أنا قابلت حضرتك شخصيا وتصورت معاك وكنت عند حضرتك في دار الإفتاء. جزاك الله بجد يعني فرحتي ان انا بكلم حضرتك والله. على راسي على راسي. ربنا يزيدك نور وبركه. الله يجزيك الف خير وكل شيء تعمله في ميزان حسنات حضرتك. الله يحفظك يا سيدي ما تحرمش. سؤالي بس يعني سريعا. انا ربنا رضاني ببنت. الله اكبر. وسميتها مريم الحمد لله. نعمه وفضل الحمد لله. اللهم لك الحمد الحمد شكرا يا رب. فكنت ايه الحاجات اللي اعملها على اساس ان يعني اتولدت امتى؟ انت خلاص سميتها اول سنه انت عملتها انت سميتها. تاني سنه تاني سنه التسميه دي بصراحه جات لك برؤيه يعني جات لك برؤيه ولا بايه؟ بصراحه يعني كنا بنشغل احنا اذاعه القرآن الكريم على طول فكانت على طول سوره ال عمران وسوره التاء مريم فسبحان الله اتبشرنا قلنا خلاص يلا خلاص حجلنا مريم توكلنا على الله. بص يا سيدي اول حاجه اول ما يجي المولود اولا بنطهره كده وننظفه وبعد كده اول حاجه بنؤذن في اذنه اليمنى ونقيم الصلاه في اذنه اليسرى وبعد كده بقى عندنا شويه حاجات بقى عندنا شويه حاجات في الايام التاليه. اول من الحاجات اللي احنا نعمل له العقيقه في اليوم السابع او في مضاعفات اليوم السابع. الحاجة التانية ان احنا كمان نحرق شعر رأسه ونتصدق بمثلها بوزنها فضة او ذهب. احنا ليه بنقول كده؟ عشان يبقى فيه شيء بيساوي. مش هو لازم يتحرق شعره؟ لا مش لازم يتحرق شعره. انا ممكن اقدر واتصدق بده بس احنا ليه بنقول يتصدق بمثل شعره ذهبا او فضة؟ عشان يبقى فيه معيار شيء منه هو احنا حطيناه عشان نتصدق به. وبعد كده عندنا التسمية وانت سميتها الحمد لله. ربنا ان شاء الله يبارك لك. يبقى انت فضل لك العقيقة وفضل لك كمان التصدق لو اردت ده وربنا ان شاء الله يوسع عليك ويبارك لك ويجعلكم ان شاء الله في خير حال.